نحتفل اليوم أو نحتفل اليوم بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شاهدين بذلك على توالي عقود من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطن وفق رؤية الملك المؤسس جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، ووفق منهج التحديث والتطور والمواطنة الذي ما فتئ يرسي دعائمه مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أيتها السيدات والسادة، إن ولاية أمن الدار البيضاء تودع هذه السنة على إيقاع إنجاز أمني هام ممتمثل في تحقيق انخفاض عام في معدل الجريمة، بحيث استطاعت محاصرة الجريمة بكافة تجلياتها، خاصة تلك التي تمس بالأشخاص وقضايا المخدرات. تم رصد العملية من طرف كاميرات قاعة المواصلات الولائية أثناء المراقبة الاعتيادية بشارع العام. اتجاه الزرطوني محمد عبدو الراجي 214 خرج من سرقة محمد عبدو وطرد سبيل المعني الراجي 214، حيث تم تعميم البرقية على باقي الوحدات الأمنية عبر قاعة المواصلات، والتي بادرت بسرعة اللازمة بتوجيه دوريتين للدراجين أجل إيقاف المعني بالأمر بعد تتبع المسار الذي سلكه. حضور سيارة النجدة وتسليم الأمر مع المعني بالأمر مع المحجوز. يزيد في عمر سيدنا، الله يبارك في الشعب، الله يزيد في طول عمر الشعب وعمر سيدنا واللي خدامين والمسؤولين، الله يزيد في عمرهم. في الدار البيضاء الخدمة ديالها خدمة، انت دخلت 56 دخلت دار البيضاء من الليل الآن، من 56 من الليل الآن 55 56. ها الله يهديك بحال الملابس كان كتان كاع ما كاين. بحال الملابس هذيك حلاها دابا الخدمة كتبدل، الخدمة كتبدل وكل شيء كيتبدل والإدارات كيتبدلوا والقانون كيتبدل حتى هو ماشي ماشي اللي كاين. والله والله الله يزيد في عمر سيدنا، لا يطول عمر سيدنا، لا يطول عمر المسؤولين، المسؤولين يوفوا، حنا عيينا خدمنا داك الشيء اللي عرفنا خدمناه، كنا كنديروا على اليمين وعلى اليسار وغادي لقدام، ما كان عندناش صديق. والله يرحم والدي. سلوالي السيد محمد نزيه ضابط وقائد بالأجل على الأمن سحام عروض ساكنة خصو تقنيات عسكرية ضد ترابية. كذلك مختلف الضربات، الضربة الخلفية والأمامية ثم الضربة الجاذبية.
المشي بين الأقدام. إذا تحية لكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.